أنسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. أنسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. السداد والرشاد، الطاعة والمتابعة. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في هاتين الجملتين يدعو الله، يسأل الله تعالى هاتين الحاجتين: وفقني لطاعة من سددني حتى أطيع من سددني. شنو التسديد وشنو الطاعة؟ ووفقني يعني أيضا لمتابعة من أرشدني. شنو الإرشاد؟ شنو المتابعة؟ هذه الكلمات وما أشبهها عادة يمكن بالتوسع والمجاز جعل بعضها في مكان بعض، يعني الطاعة والمتابعة، اتباع اتباع طاعة، طاعة اتباع، على التوسع والمجاز. التسديد إرشاد والإرشاد تسديد. أما هم دقة هذه الكلمات تختلف معانيها، والأئمة عليهم الصلاة والسلام هم أمراء الكلام، هم أسس البلاغة، هم جذور الفصاحة. هذه الكلمات هم بعضها يختلف عن البعض في المعنى الواقعي والمعنى الدقي، وهم إذا استعملت مع بعض في سياق واحد لا يراد بكل منها المعنى التوسعي المجازي الذي يراد من الآخر أيضا. اللي يستفاد من كتب اللغة ومن استعمالات الكلمات، بس هذا هو بحث مفصل حتى في هاتين الكلمتين. الإنسان بالدقة إذا يراجع أمثال لسان العرب والقاموس وهذه الكتب المفصلة في اللغة يرى هذا بحث مستقل بنفسه في هاتين الكلمتين بالخصوص، مو في كل الكلمات. أما اللي يمكن استلخاصه من مجموعة ما يذكر
أن هناك فرقا بين الإرشاد وبين التسديد، وفرقا بين الطاعة وبين المتابعة. الإمام هكذا يسأل الله في مقام العصمة، والإمام عليه السلام وهو في مقام العصمة، في مرتبة العصمة، يعني في ذلك الإطار، إطار العصمة، في تلك المرتبة يسأل هكذا، ونحن في مرتبة عدم وجود العصمة وعدم قابلية العصمة، وعبر ما شئت، أيضا نسأل الله، نتعلم من الإمام السجاد صلوات الله عليه، ونسأل الله هاتين الحاجتين. عندما نسأل، شنو نسأل من الله؟ أي مفهوم نتصور حتى ذلك المفهوم يكون هو سؤالنا القلبي، سؤالنا النفسي عن الله سبحانه وتعالى. الذي يستفاد من كتب اللغة ومن استعمالات هذه الكلمات أن الطاعة تغمض وتمتثل، هاي الطاعة، الطاعة بلا تأمل، الامتثال بلا تأمل، الطاعة هاي، والمتابعة الامتثال ولاء تبع بعضه بعضا. في الأحاديث أكو وشح مطاع، شح بخل، البخل له جذر في كل نفس، يبخل بماله، يبخل بوقته، يبخل بكرامته، يبخل بعلمه، يشوف إذا نطى ينقص ألف عنده، أنطى 500 صار الألف 500، جذر في النفس أكل البخل. قد يكون الشخص يغمض ويمتثل البخل شحا مطاع، هذا اللي يؤدي به إلى النار والعياذ. أما إذا الشح أكو، هذا الجذر أكو في النفس، موجود متواجد، عارض نفسه، ولكن مو مطاع، مو الإنسان يغمض يمتثل ما يقوله الشح يملي عليه البخل. الطاعة الامتثال بلا تأمل، والمتابعة من تبع بعضه بعضا، من مادة الاشتقاق، الامتثال ولاء، يعني يمتثل أيضا، يمتثل وأيضا يمتثل ويستمر يمتثل، هذه المتابعة. وبهذا المقدار البسيط، وهو غرف من بحر وفيض من وغيض من فيض، هذا يظهر أن المعنى يختلف دقة. التسديد شنو والإرشاد شنو، اللي أيضا يستفاد من كتب اللغة وموارد الاستعمال، أن التسديد الصواب الذي لا يعاب عليه. شنو أكو الصواب يعاب عليه؟ إذا صواب ممكن يعاب عليه، شنو هذا القيد؟ صواب يعني صحيح، كل صحيح له مورد، إذا في غير مورده كان يعاب عليه.
الصحيح أمر واقعي وفي نفس الوقت أمر نسبي، وهذا بحث له في مكانه. بعض الناس هذا من المتعارف يفتخر يقول أنا صريح، أنا صريح، أنا أقول الصدق، اللي صدق هو صدق، ما أقول له أنا، هو موجود، هو واقع حقيقة، أنا صريح. سؤال: هل الصراحة مطلقة فضيلة؟ لا لا، مورد الصراحة، مورد الصدق، قد يكذب الرجل. سادات الحكماء قالوا هذه الجمل: قد يكذب الرجل فيكون عند الله صادقا، وقد يصدق الرجل فيكون عند الله كاذبا. هذه بنفسه مطلقة مو فضيلة، لازم تلاحظ الموارد. في نفسه بما هو معقول كلام، أما هل هناك صدق في الفراغ وكذب في الفراغ؟ شنو اللي يترتب على هذا الصدق وشنو اللي يترتب على هذا الكذب؟ الحمد لله أنتم أهل العلم، أكثرنا أهل الفاضل، هذه من المسلمات الدينية ومن المسلمات العلمية. السداد الصواب الذي لا يعاب عليه، بالإضافة إلى ما ذكرته الآن، شيء ثاني هم، وهو أنه قد الإنسان لا يحقق، لا يدقق التحقيق اللازم، التدقيق المناسب، بس حصل له بعض الاطمئنان يبني عليه ويمشي. هذا هواية ينكشف له الخطأ. أما الذي يحقق التحقيق اللازم، يدقق التدقيق المناسب، هذا إلى آخر عمره لا يعاب عليه، ما يندم. هذا السداد، هذا السداد تسديد. الرشاد والإرشاد، الهداية الخاصة بالحق. كلمة مادة الهداية في أي صيغة كانت، هذه المادة يعني إراءة. الذين عندهم أفكار باطلة يهدون أصحابهم إلى الباطل، الذين أفكار حق عندهم يهدون أصحابهم إلى الحق. مادة الرشاد تستعمل في الهداية الخاصة بالحق. بس مع هذه المقدمة نلاحظ هالجملتين في دعاء الإمام السجاد صلوات الله: ووفقني لطاعة من سددني. سددني شنو كان؟ الصواب الذي لا يعاب عليه. الشخص الذي يسددني يعلمني الطريق الذي لا يعاب عليه، هذا أنا أغمض أمتثله. الطبيب الحاذق الذي يقينا هذا الطبيب ويقينا حاذق ويقينا ثقة
هذا من يقول لي اشرب هذا الدواء، لا تشرب هذا الشيء، هالعمل سوي، هالعمل لا تسوي. بعد أنا أحتاج أن أناقشه، يحتاج أن أناقشه، أغمض أم تفلح؟ إلهي أنت وفقني، حتى إذا واحد يسددني، والإمام عليه السلام ما يستعمل كلمة المضارع هنا في كلتا الجملتين، سددني أرشدني، وإن كان إحنا عرفا نخبط الماضي والمستقبل. اللي سددني إلهي وفقني أنا أغمض أم تفلح. الآن أعرف نفعه، الآن ما أعرف نفعه، هذا الدواء مر، هذه العملية شاقة، هذا الأمر كذا، أغمض أم تفلح؟ ما دام هذا سددني أغمض أم تفلح؟ وفقني لذلك. واللي يهديني إلى الحق، على نفس تعبير الإمام عليه الصلاة والسلام، هداني للحق، أرشدني، إلهي وفقني حتى أتابع الامتثال إليه، أمتثله ثم أمتثله ثم أمتثله ثم أستمر على الامتثال. من المصداق لهاتين الجملتين؟ هم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ماكو واحد في طول هذا التاريخ تبع أهل البيت ثم عيب عليه، واحد قدر يعيب عليه، أو تبع أهل البيت ثم لم يرى الحق معهم في أصول الدين وفي فروع الدين وفي الأخلاق وفي الآداب وفي كل مسائل ترتبط بالإنسان والكون. ونحن نستقبل أسبوع الغدير، غدير أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بل هو غدير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو غدير الله سبحانه وتعالى، فلا ينفك أحدهم عن الآخر. فالرسول وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام طوع أمر الله ونهيه، والله سبحانه وتعالى هو المتولي لهدايتهم وعصمتهم. وين أكو كلام الله اللي لا يقوله أمير المؤمنين؟ وين أكو كلام لأمير المؤمنين اللي لا تجد جذره في القرآن الكريم وفي كلمات الله وفي الأحاديث القدسية؟ جاء في الغدير قبل الغدير، وقد بدأ القرآن الكريم بذلك عبر جبرائيل عليه السلام في عرفات وبعد عرفات وعند غدير خم، ثم تبع رسول الله ربه الكريم في ذلك: بلغ ما أنزل إليك من ربك. العباد عباد الله، خلقهم ليرحمهم، هذا صريح القرآن، ولذلك خلقهم، إلا من رحم، يعني رحم الله، ولذلك خلقهم، خلق ليرحم، مو ليرحم، رحم فخلق.
إلا من رحم مو من يرحم. واي معنى أكو فرق أكو بين الماضي والمضارع. هنا خلقهم ليرحمهم، مقياس الرحمة غديره، مقياس الرحمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. الغدير تحصين للدين، كلمتان. كل ما في الغدير قبل الغدير وحين الغدير وبعد الغدير وإلى هذا اليوم وإلى اليوم وإلى يوم القيامة، وكل ما هناك ما يسمى بالفضائل وبالأخلاق وبمكارم الأخلاق تتلخص في الغدير وتنبع عن الغدير. والغدير تحصين للدين، وغير الغدير رد للغدير. كل خط لا ينتهي إلى الغدير هذا رد للغدير، ومن خلال رد الغدير رد لأهل البيت، ورد لرسول الله، ورد لله سبحانه وتعالى. إذا الغدير بما في الكلمة من سعة، إذا الغدير يحكم التاريخ، إذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، خط أمير المؤمنين يكون الحاكم على البشرية، شلون تكون البشرية؟ تاريخ شلون؟ إذا غير الغدير، غير أمير المؤمنين، غير هذا الخط، الإمام الباقر عليه السلام قال فليشرق وليغرب. هاي كلمة غير أخذوها وين ما انطبق على أي خط أنه غير الغدير، غير أهل البيت، غير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذا حكم البشرية شلون راح يكون المثل؟ إيش راح تصير؟ فضائل إيش راح تصير؟ مكارم الأخلاق إيش راح تصير؟ نماذج أذكر لكم من ألوف أمثالها وهي منتشرة في التاريخ الموجود بأيدينا، الموجود بأيدينا. إذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يحكم قبل يوم كان مناسبة عيد الأضحى، أنتم أهل العلم كثير منكم أهل المنبر ووعاظ، أكيد هذه الكلمات اللي أنا أقولها حافظيها تعرفوها، بس أنا من باب الذكرى أمس كانت مناسبة عيد الأضحى في التاريخ أكو، في الروايات أكو أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما حكم الرئاسة الظاهرية إلى الحكم الظاهري تقريبا 5 سنوات، خلال 5 سنوات أمير المؤمنين صلوات الله عليه بس أكل 5 أيام لحم فقط، مو 6 أيام، ولعلها 4 أيام بس أو 5 أيام. أمير المؤمنين
رئيس أكبر حكومة على وجه الأرض ذاك اليوم، الحكومة الممتدة في المعمورة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، أكثر المعمورة ذلك اليوم كان يحكمها أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. البعض يقولون في خريطة العالم اليوم قرابة 50 دولة، اللي واحدة منها إيران، واحدة منها العراق، واحدة منها الحجاز، واحدة منها سوريا. هذا الحاكم فقط في طول السنة يوم واحد يأكل اللحم في أيام الرئاسة، وهو يوم عيد الأضحى. شوية اتأملوا هذه القطعة من التاريخ. وكان يقول: إني أعلم أن جميع المسلمين هذا اليوم يأكلون اللحم. رئيس المسلمين، حاكم المسلمين في منطقة عيد الغدير، في منطقة أمير المؤمنين، لازم لا يأكل اللحم إلا في اليوم الذي يأكله جميع المسلمين. وين بالتاريخ أكوان الغدير إذا حكم هالشكل؟ أمس كان يوم عيد الغدير. أي واحد منا، منكم، من غيرنا يعيش في مدينة، يعيش في حتى قرية، يقول أنا أعلم كل من في هذا المدينة يوم عيد الأضحى يأكلون اللحم، أكو؟ أنا ما أتصور رجل صادق يعيش في مدينة، أي مدينة كان. أنا أمس ذكرت لبعض الإخوان بالعكس، أنا أعلم في المدينة التي أعيش فيها هذا اليوم هناك من لم يحصلوا على اللحم. أمير المؤمنين هكذا. الآن كم مليون جائع في العالم؟ أكو إحصائيات تشوفوها سمعوها. الغدير إذا يحكم جائع واحد ما. قارئ نهج البلاغة تعرفون، ولعل هناك، ليش لعل؟ ليش مو أكيد؟ الغدير إذا يحكم هذا يصير، ولعل هناك بالحجاز أو اليمامة، وعلي صلوات الله عليه ذلك اليوم في العراق في الكوفة، مناطق البعيدة عني، مو في العراق، مو في الكوفة، مو في الموصل، مو في البصرة، ولعل هناك بالحجاز أو اليمامة من طمع له في القرص ولا عهد له في الشام. لعل هسهم أكو لعل مع كثرة الوسائل، كثرة أمور، ارتفاع الاقتصاد، كذا كذا، الشعارات اللي كلها شعار، إذا حق أكو عند أهل البيت قول وفعل، قول وعمل صادق. أمير المؤمنين
صلوات الله عليه يوم قال هذه الكلمات إلى هذا اليوم بالملايين كانت له أعداء، بالملايين ولا يزال الذين يريدون أن يحكموا ويأكلوا كل أموال الشعب. العالم هالشكل، الغدير إذا يحكم هالشكل، هل ملايين من أعداء علي صلوات الله عليه، سواء الأعداء الذين يصرحون بعداوتهم لأمير المؤمنين أو يتقمصون زورا اسم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه وما أكثرهم في العالم الوسيع، هؤلاء ما استطاع أحد منهم، أنتم علماء فضلاء تقرؤون الكتب التواريخ، شوفوا هل تجدون هناك من ذكر أن هاي كلمة لعل علي بن أبي طالب ليش قالها؟ أكيد كان موجود، ليش قال لعل؟ نقدوا علي بن أبي طالب في كل شيء حتى فيما فضله القرآن الكريم به، وهو التصدق بالخاتم في الركوع، شككوا، يذكر مدح القرآن ويصرح عدة مرات يقول هذا شلون مدح؟ يعني القرآن يمدح ويطلع واحد اسم واحد من المسلمين ويكتب ويطبع كتابه من قرون ويشكك في هذا المدح، هذا ما قدر ينقض أمير المؤمنين في هاي كلمة لعل، هذا اقتصاد الغدير، هذا اقتصاد أمير المؤمنين، هذا الإسلام الصحيح، هذا الرشاد، هذا الرشد، هذا التسديد، هذا السداد. شوفوا هل شايفين سامعين هسه هم بالانترنت تشوفون تسمعون تقرؤون فيما يطبع على الانترنت، ينقدون أمير المؤمنين صلوات الله عليه من شرق الأرض وغربها، أما هذا أنا ما شايف، ما مرة والصور ما يمر عليكم ولا مر عليكم. علي بن أبي طالب شلون يقول ولعل هناك بالحجاز أو اليمن؟ أكيد كان من لا طمع له في القرص، أكيد كان من لا عهد له بالشبع، أكو واحد هالشكل نقل؟ عندما يحكم الغدير، الغدير مفهومه هو المهم، يعني قيادة أمير المؤمنين، قيادة من جعله الله قائدا، كما انتخب الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم للنبوة، انتخب عليا للإمامة والقيادة. الشكل هذا أمير المؤمنين، نماذج من الألوف من الألوف. إذا يحكم الغدير العالم يكون الحاكمون في العالم، يكون الآخذون بزمام السياسة والاقتصاد، يكون المتصرفون في مقدرات العباد والبلاد، هكذا يصير. والله لو أعطيته، خلوا هاي كلمة لو في إطار، روحوا في الكتب، في كتب العربية، في كتب العربية، في كتب النحو، شوفوا شنو يقولون عن لو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سيد الواقع، سيد الحق، سيد الرشاد والسداد،
ما يقول والله إن أعطيت، إن هم حرف شر، ما يقول والله إذا أعطيت، إذا هم حرف شر، يقول والله لو، مثل ما القرآن الكريم يقول لو كان فيهما آلهة، هاي لو إلها معنى. الله ما يقول إن كان، إن إهواية بالقرآن أكو أما مو هنا، إذا إهواية بالقرآن أكو بس مو هنا، في كلمات أمير المؤمنين إن الشرطية إذا الشرطية هواية أكو بس مو هنا. والله لو في كتب النحو شوفوا يقولون لو حرف امتناع لامتناع، يعني في المورد اللي يترتب امتناع شيء على امتناع شيء يقولون لو. يقول لو كان لي جناحان لطرت في السماء، هذا لو هنا مكان لو، لأن لا عنده جناحين ولا يطير في السماء، هنا مكان، هنا مكان لو. الإمام هم هنا لو يجي، يعني لا هذا أكو لا ذاك. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاك. هنا لاحظت ملاحظة سريعة، كم من عشرات الملايين من البشر قتلوا وأريقت دماؤهم لأجل أشبار من الأرض، هاي الحكومة حارب ذيك الحكومة، ألوف مقتلوا تلك الحكومة حارب تلك الحكومة على مشان أشبار من الأرض، هذا يريد يتقدم ذاك يريد يأخر. في التاريخ وفي اليوم على صعيد هذه التربة هاي الكرة الأرضية عشرات من الملايين من البشر قتلوا أريقت دماؤهم لأجل أشبار من الأرض. الإمام يقول كل الكرة الأرضية مو بس الأرض بما تحت أفلاكها وكل ما على الأرض. من يقولها غير علي بن أبي طالب وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ ومن يقدر يقولها ويكون صادقا؟ الغدير إذا يحكم يعني الغدير يعني رأس هذا الخيط، يعني هذا الخط. لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة، هاي التاء مو تاء التأنيث، تاء الوحدة، يعني نملة وحدة مو ثنتين، في نملة أسلبها جلب شعير، جلب يعني غطاء، الجلباب يقال الثوب اللي يغطي كل الجسم، جلب شعير يعني غطاء الشعير يعني قشر. مو جلب حنطة، لأن الشعير أخف أرخص، أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمير البلاغة وأمير الفصاحة غير كان يقدر أصلا هالمثال يجي ويسمي عصيان على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلد شعيرة ما فعل. غدير من يحكم هالشكل، ظلم لنملة واحدة
في سلب جلب شعيرة، شعيرة واحدة، مرة واحدة، مرة واحدة، نملة واحدة، شعيرة واحدة، جلب قشر هاي الشعيرة عن الحاكم الإسلامي يسمى عصيان، أمير المؤمنين يسمى عصيان. ما فعلت، ما سمعت. وتشوفون بالتاريخ شلون مظالم تصير، لأجل شنو؟ لأجل كلمة واحدة. هذا الرئيس يطلق عليه الكلمة الفلانية، ما أطلقوها عليه، فلان ما أطلق هذه الكلمة. وأمثال ذلك. انتوا راح لاحظوا من التاريخ المعاصر لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذا الطبري لاحظوا، هذا ابن الأثير لاحظوا، هذول المؤرخين المعروفين، هذول ذاكر. أبو بكر بعث خالد بن الوليد، هذا نص تاريخ ده أنقله. تشوفوا الغدير شنو غير الغدير شنو. أبو بكر بعث خالد بن الوليد بما يسمى موه بحروب الردة، هذه التواريخ المعروفة موجودة. يقول خالد بحروب الردة على ما في التاريخ فيها من تناقضات. غطاء كان كلمة رد، هناك التواريخ أكو خالد بن الوليد هؤلاء وهم مسلمون مؤمنون قتلهم أربعة أشياء يذكرون. شلون قتلهم؟ قسم مثل بهم، قسم أحرقهم، قسم رمى بهم من شاهق، قسم رمى بهم في الآبار. هذا التاريخ. وبشر ذولي وكثير منهم مسلمون، ثبت أنهم كانوا مسلمون، التاريخ أثبت، نفس الطبري والابن الأثير، ابن الأثير النصوص عندهم يثبت أنهم مسلمون. علي بن أبي طالب يقول نملة وحدة وشعيرة وحدة ومولب بالشعيرة، جلبة شعيرة، قشر الشعيرة، ويسميها عصيان من الحاكم. هذا الغدير، الغدير الذي دعا إليه الله سبحانه وتعالى هو هذا. الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الغدير عند رجوعه من الحج، هدف الخطبة وهدف الرسول هذا، وحكومة أمير المؤمنين صلوات الله عليه أثبتت لاحظوا في التاريخ، اليوم اللي حقوق الإنسان أكو، حقوق الحيوان أكو، حقوق البشر أكو، حقوق الجماد أكو، حقوق النبات أكو، الشعارات. أهل البيت ما كان عندهم شعار، كان قول وفعل. غير أهل البيت كل شعار، كل شعار، شعار فارغ. أمير المؤمنين صلوات الله عليه تبعا لأخيه وابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا النص في التواريخ المعروفة موجود، في الروايات موجود.
كان يوصي بالأسرى حتى أن الذي أسر شخصا كان يؤثر أسيره على طعام نفسه. واليوم تشوفون الحروب اللي تصير، هذا يأخذ أسير، هذا يأخذ أسير، شي يسوي؟ والعالم مملوء، اللي ما أخذ أسير هذا عدو متغلب عليه، وما أخذ أسير أمير المؤمنين يوصي به حتى إلى هذا الحد. عند قرص خبز هذا غدا كل ينطي للأسير، لأن أمير المؤمنين أوصى بالأسير. هذا الغدير، هذا الغدير الذي ندعو إليه تبعا لأهل البيت، تبعا لرسول الله، تبعا لله سبحانه وتعالى. الغدير إذا يحكم بالشكل، أمير المؤمنين حكم بعد عثمان قريب 5 سنوات، شوفوا البحار، شوفوا التواريخ، لما استشهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان مديونا 800,000، حاكم ومديون، هذا بالطيف واحد ما يشوفه، بالحلم ماكو هيك شيء، واحد كم فلس تحصل بيده حتى مو حاكم ويموت تبين هنا عنده فلوس وهنا عنده وبهالبنك وبهالبنك. إذا حاكم هم بعد ولا عياله. ترون بأعينكم وتسمعون وترون في التاريخ والقضايا تعرفوها وسامعين وشايفين. والإمام الحسن صلوات الله عليه شوية شوية وفى دينه، وفى دين حاكم كان يحكم أكثر المعمور. عثمان لما قتل ايش قد المديون؟ كم ألف كم مليون؟ شوفوا التوالي، أولياء عثمان كاتبين، مو أعداء. جين عثمان مديون؟ عثمان اللي أمير المؤمنين أجا بعده كاتبين لما قتل كان يملك 8 ملايين دينار ذهب. ما أدري مع غير المنقول حاسبي وبس المنقولات. قتل عن 4 زوجات، هذا بالتاريخ أقوى شكل، فصار نصيب كل واحدة من زوجاته 250,000 دينار ذهب. يعني 4 زوجات 1,000,000 دينار ذهب. الزوجات ايش قد ياخذون؟ ولهن الربع مما تركتم، القرآن الكريم، إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. يعني ايش قد؟ يعني 8 ملايين دينار ذهب. انتوا تعرفون تقرون تكتبون معه يحسبوا 8 ملايين دينار ذهب ايش قد يصير؟ يصير اكثر من 27 طن ذهب. غدير من يحكم ذاك معنا، غير الغدير من يحكم هذا يصير. وهذه نماذج من الوف النماذج في تاريخ امير المؤمنين. ونحن في أسبوع الغدير، هذا العيد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله بكلمة عيد، وذكر أنه أعظم الأعياد.
ما ذكرت من القضايا مو نتائج عيد الأضحى. عيد الأضحى عيد جعلته للمسلمين عيدا. ما ذكرته والألوف من أمثاله مو من نتائج عيد الفطر. عيد الفطر عيد بس هاي مو من نتائج. ما ذكرته مو من نتائج عيد يوم الجمعة. يوم الجمعة عيد في الإسلام، ولكن هذه نتائج عيد الغدير، ولذا يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأعياد. لو ما كانت إلا ما ذكرت من هذه النماذج كان دليل على أنه أعظم الأعياد، ولكن العالم كم يعرف عن هذا العيد؟ ونحن شنو مسؤوليتنا أمام ضميرنا، أمام واقعنا، أمام هذا العيد؟ على الأقل ننشر هذا المفهوم في العالم، كل في مستوى. شوية واحد يشد حزام، شوية ما يخالف يتعب نفسه، شوية ما يخالف يخلي من كرامته، من وقته، من راحته، من نومه، من وظيفته، من راتبه، من عمله، من لسانه، شوية يخلي في هذا السن ليكون شيئا فشيئا كل بمقداره سببا لحكومة الغدير، يعني حكومة الفضائل، يعني حكومة مكارم الأخلاق، يعني سلب نملة واحدة جلب شعيرة واحدة من الحاكم يوصم بالعصيان، يسمى عصيان. إن الله أخذ، شوفوا في التاريخ أكو أيضا، وإما في الطبري شايفه في ابن الأثير، حتى إذا غير علي شوية لملم نفسه كان علي هو السبب صلوات الله. شوفوا التواريخ المعروفة، إن علي، هذا نص التاريخ، قال لعمر ليس لك من بيت المال، مضمون الكلام، إلا ما تصرفه باقتصاد على نفسك وعلى عيالك بس. هذا حكومة المال. إن الله، هذا كلام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، أخذ ميثاق إلهي، عهد إلهي، حكم إلزام إلهي، إن الله أخذ على ولاة العدل. هذا اللي يسمي نفسه والي، أنا والي وعادل، أخذ على ولاة العدل. هذا الوالي المسلم هو ما يقول أنا والي ظالم، حتى ظالم هو ما يقول أنا ظالم، يقول أنا عادل. أمير المؤمنين يرسم وظيفته، يذكر واجبه. إن الله أخذ على ولاة العدل أن يساووا أنفسهم بضعفة الناس. أضعف مستوى في المجتمع منه؟ أضعف مستوى في المجتمع شياكل. إجا قال للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يا ابن رسول الله إن شاء الله تصيرون أنتم رئيس حكومة. الإمام قال لا تتصور إذا أنا صرت رئيس حكومة، مضمون الكلام في البحار موجود، لعله من الكافي ماخذ منه. قال لي أنت لا تتصور أنت من أصحابي وأصدقائي إذا أنا صرت رئيس حكومة
أكلك ولبسك وبيتك وكذا يصير زيان. والله إذا أنا رصيت رئيس حكومة أنا وإنتو إلا الأكل الخشن واللبس الخشن أضعف الناس. شلون رئيس الحكومة لازم هالشكل يكون؟ أخذ على ولاة العدل أن يساووا أنفسهم، مو بمتوسط الناس، أضعف الناس، بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. في أطراف الأرض في حكومة أمير المؤمنين صلوات الله عليه الأكثر يحصلون لحم يأكلون، بس إذا واحد أكو ما يحصل لحم لا يقول أنا ما عندي لحم أكل، يقول أمير المؤمنين هم يأكل لحم يتسلب. هذا على كلنا، وجداننا، ديننا، إيماننا، ضميرنا، ماذا يحكم علينا تجاه الغدير؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين، ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. علي إمام الورى سيد، به يعرف الزهد في الزاهدين. علي إمام الورى سيد، به يعرف الزهد في الزاهدين. فألبس وجه الصلاة لتغدو به حلية الصالحين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكان.